أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرين في مناقشة ملف الليلة. وللحديث أكثر يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. رحب بك معنا معاليك في الصدر الأخير. معاليك، بداية الإمارات حققت اختراقا تاريخيا باعتماد مجلس الأمن قرار 2720 وقرار يعزز الوضع الإنساني في قطاع غزة ويدعو للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن موسع ودون عوائق. كيف ترى هذا الإنجاز؟ نعم، في الواقع مصادقة مجلس الأمن على القرار 2720 الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمته لمجلس الأمن يعتبر نجاح باهر للدبلوماسية الإماراتية، وخصوصا من خلال صياغة القرار نفسه والوقت المهم جدا الذي يعني طرح في هذا القرار وصوت عليه الجميع، خصوصا لما تحتاج إليه المنطقة وتحتاج إليه القضية بصورة عامة لمثل هذه القرارات الإنسانية، والتي لم تغفل الجوانب الأخرى التي تساعد على تفعيل هذا القرار، خصوصا إذا كنا نتكلم عن الدعم الإنساني والدعم الأشقاء في غزة وفي فلسطين بصورة عامة. لم تغفل يعني دبلوماسية الإمارات عن تفعيل كل الجوانب التي تستدعي إلى نجاح هذا القرار. نعم معاليك، القرار الذي قدمته دولة الإمارات واعتمده مجلس الأمن شمل 6 مطالب للدولة، أبرزها اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بشكل مستدام. إلى أي مدى برأيك سيعكس هذا الطلب أو سيعكس هذا الطلب سريعا على أرض الواقع؟ جيد، في الواقع لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات مهمة تحتاج إلى أن تكون هناك عوامل داعمة لتفعيل مثل هذه القرارات، خصوصا دولة الإمارات تقدمت بدعم إنساني ودعم لوجستي ويعني كثير من الأمور التي تخدم الشعب الفلسطيني، الأطفال والنساء وغيرهم من المحتاجين لمثل هذه المساعدات. صحيح. لذلك كان لابد أن تكون هناك يكون هناك قانون يحمي ويعزز دور الإمارات لتقديم مثل هذه المساعدات. نعم. المساعدات، لأن يكون هناك إيجابية للمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من تقديم دعم وتقديم مساعدات إنسانية وتفعيل دور يعني أبناء الإمارات وبناتها على الأرض من خلال المستشفى الإماراتي أو من خلال يعني محطات التحلية التي قامت بها التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لابد من حماية هذه المبادرات، وأيضا لابد أن تكون هناك مبادرات إضافية عن فقط معبر رفح على سبيل المثال، فاعتماد مجلس الأمن والتصويت له بالغالبية الساحقة خلينا نقول يعتبر نجاح ويعتبر داعم لرؤية الإمارات أيضا لأن تتفاعل مع تقديم المساعدات. نعم، وبالفعل المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة لنا المسيبة قالت لقد شاهد العالم المعاناة في غزة ويسعى بجد لتقديم المساعدة. كيف ترى اليوم دور دولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية منذ بدء التصعيد وصولا لهذا الإنجاز الأخير؟ نعم صحيح، في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء بصورة عامة يعني لا وخصوصا في الوقت الراهن في غزة وفي فلسطين بصورة عامة، وما قامت به يعني معالي المندوبة الدائمة السيدة لانا نسيب الدور متميز يعكس أيضا الدبلوماسية الإماراتية في التواجد على في 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 المكان والزمان المناسبين، وأيضا للدعوة بأن نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني عندنا الجدية في العمل على الأرض والتواجد على الأرض وتقديم ما يحتاج له الأشقاء يعني أشقائنا في غزة بصورة عامة. لذلك هذا يعتبر نجاح متميز، وأيضا استمرارية العقيدة الإماراتية في دعم الأشقاء والتواجد
في أحلك الظروف التي يحتاج إليها يعني أبنائنا وبناتنا في غزة. نعم بالتأكيد نجاح دبلوماسي كبير وتاريخي أيضا حققته أكيد دولة الإمارات. مستمرين في حوارنا معاليك ولكن بعد الفاصل ابقى معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو معالي أحمد الجروان. معاليك، على مدار 80 يوم شاهدنا ما حدث بالمدنيين في قطاع غزة، كيف تابعت هذه الأحداث وأيضا تابعت الموقف أو موقف المجتمع الدولي من هذه الأحداث؟ صحيح، في الواقع هذا موضوع مهم جدا، وشاهدنا وراقبنا وتابعنا مدى يعني ما شمله أو ما تطرق إليه القرار بوقف الأعمال العدائية. ما لمسنا خصوصا في الفترة الماضية أو في 80 يوم التي مرت زادت من حدة الكراهية للأسف الشديد، وولدت يعني ثقافة جديدة، خصوصا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نعمل على التسامح والسلام والمحبة والتعاون والتواصل، ولكن يعني الأعمال العدائية التي مرت بها غزة في 80 يوم الماضية وإلى الآن، وغزة تقصف والأطفال يقصفوا والمستشفيات والمدارس، وهذا أيضا ما تطرق له القرار ولفت الانتباه إليه لحماية المسعفين، حماية موظفي الأمم المتحدة. قرار متميز وتناول كل الجوانب التي لمسناها ومن خلال ما شاهدناه وشاهدته شاهده العالم. 80 يوم قصف في كل الاتجاهات، قصف يعني لا يعني يوصل إلى نتائج ملموسة على الأرض، بحيث أن تجاوز عدد الضحايا أكثر من 20,000 الآن، والمصابين أكثر من 70,000، وهذا شيء كان مهم جدا ما تقدمت به دولة الإمارات في هذا المجال. دور عربي بامتياز جدا ودور إنساني أيضا، خصوصا أن الإمارات الآن يعني تلعب دور مهم جدا في مجلس الأمن. لذلك مثل هذا القرار ومثل يعني المرحلة التي مرت بها غزة في 80 يوم كانت تستوجب وتستدعي لمثل هذا العمل والتحرك. لذلك نتمنى ويعني لابد أن يكون هناك تطبيق لمثل هذا القرار، خصوصا من مجلس الأمن، لأن صدر من مجلس الأمن لابد أن يكون تعامل وتفعيل لمثل هذا القرار، خصوصا لو كنا نتكلم من يعني كل المتواجدين على الأرض. نعم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وجه باستضافة 1,000 طفل فلسطيني مع عائلاتهم، وأيضا علاج 1,000 مريض فلسطيني بالسرطان من غزة هنا في مستشفيات الدولة، وأيضا تقديم منح دراسية وغيرها. كيف تساهم هذه المبادرات اليوم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة؟ في الواقع ليس غريب على دولة الإمارات وعلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مثل هذه المبادرات الكريمة التي ليست غريبة على ثقافة أبناء الإمارات، ولم تكن الأولى لأن تقدم دولة الإمارات أو يقدم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد مثل هذه المبادرات. طبعا هذه تحل وتساعد وتضمد الجراح لكثير من المحتاجين لها في هذه اللحظة، خصوصا إذا كنا نتكلم عن أطفال أو نتكلم عن مرضى مدرجين تحت برامج العلاج في بالسرطان أو الأمور هذه. فمبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات العربية المتحدة تخفف من المعاناة، وأيضا ترسل رسائل بأن فلسطين والأبناء فلسطين وبناته في قلب أبناء الإمارات ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد حفظه الله ورعاه. نعم، ذكرت قبل قليل بأن هذه المبادرات ليست هي فقط الوحيدة، وإنما هناك جهود كبيرة إماراتية، يعني عندنا حملات دعم مثل الفارس الشهم 3، تراحم من أجل غزة، لم تتوقف لحظة واحدة منذ بداية التصعيد لإغاثة أهالينا في غزة. كيف تابعت تلك الجهود؟ نعم، في الواقع هذه هي ثقافة الإمارات، وهم أبناء الإمارات وبناته على الأرض يعني متفاعلين ويقدموا الغالي والنفيس. إذا كنا نتكلم عن تواجدهم في مناطق حرب ومناطق خطرة جدا،
ولكنهم متواجدين، وهذه يعني يعزز شراكة دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، القضية المركزية في الواقع في الشرق الأوسط في المنطقة، التي لابد أن تحل، ولابد أن تضع يعني أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، وإذا لابد أن يكون هناك خط مستقيم يصل بنا إلى أن نصل إلى حل عادل للشعب الفلسطيني. نعم، جهود دولة الإمارات من أجل فلسطين تنطلق يعني من نهج دعم الأشقاء، بل تنطلق أيضا من إيمان دولة الإمارات بمفهوم التسامح والسلام مثل ما ذكرت في البداية. بصفتك رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، كيف ترى جهود الدولة في هذا الصدد؟ في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشيد بالمفوضية، مفوضية دولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك ورئاستها لمجلس الأمن في هذه الفترة، من أول يوم تسلمت في دولة الإمارات رئاسة المجلس وهي تطالب بالمطالب المشروعة بوقف إطلاق النار، بفتح المعابر، بحماية المدنيين، بحل الدولتين. لابد أن نصل إلى مثل هذه الحلول، ودولة الإمارات العربية المتحدة مارست كل هذه المطالب المشروعة التي ليست فقط دولة الإمارات من يطالب بها العالم. إذا لم تطلب دولة الإمارات العربية المتحدة شيء غير عن المنطق ولوقف مثل هذه الظروف أو هذه الحرب الشرسة على الشعب الفلسطيني، لابد من أن يتم تطبيق للقانون الدولي مثل مبادرة قامت بها. نعم، هو موقف ريادي فعلا ومسؤول لدولة الإمارات أكيد، بما ينسجم مع دورها الفاعل أيضا في حل النزاعات. كل الشكر لك معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. مشاهدينا، وصلنا الآن إلى ختام السطر الأخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.